السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها جعل هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود، بطبيعة الحال هاتفك الشغال بنظام iOS، يكون خارج نطاق التغطية. فطبعا في لا تستطيع نزع البطارية، لا تستطيع كذلك يعني أن تضع بعض الطرق التي نستعملها قديما في الهواتف التي يوجد بها بطارية وغير ذلك حتى تجعله خارج نطاق التغطية، ولكن بطريقة سهلة من خلال الاعدادات تستطيع جعله خارج نطاق التغطية فقط بالانتقال إلى الاعدادات. بعد ذلك تنتقل إلى شركة الاتصالات، ستجد هنا شركة الاتصالات مفعل الخيار التلقائي للبحث عن الشبكة التابعة للـ SIM التي قمت بتركيبها على هاتفك. تقوم بإلغاء التلقائي حتى يتم البحث يدويا لتحديد الشبكة التي تتوفر في بلدك أو منطقتك. فهنا على سبيل المثال في ليبيا سيظهر لي خيارين، ليبيانا وكذلك المدار. فهنا كما ترى في التغطية بالأعلى لدي شفرة ليبيانا، فعندما يظهر لي نتائج البحث أختار يعني شركة مخالفة لشركة التي أستعملها أو التابعة للSIM التي استعملها يعني تابعة لها. فكما ترى هنا بالأعلى ليبيانا، فأختار يعني شبكة أخرى، سأختار هنا المدار لأن الSIM الخاصة بي ليست شفرة مدار، فهي شفرة ليبيانا، أختار المدار هكذا ثم أضغط على الإعدادات للرجوع، وتنطق قليلا وتختفي الشبكة وتظهر لا توجد خدمة كما سيحدث الآن. إذا كما ترى مشاهدي الكريم لا توجد خدمة الآن. إذا حاول أي شخص الاتصال بك سيظهر أن هاتفك خارج نطاق التغطية وليس مقفل. طبعا يوجد وضع الطيران هكذا حتى يجعل هاتفك مقفل ويعطي لها مقفل، ولكن يوجد خيار خارج نطاق التغطية وهو أفضل بكثير من مقفل. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب. لا تنسى كذلك زيارة مدونتنا الرسمية www.h3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.